لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هذا اش وقع دابا هادشي؟ ماشي الله وقع دابا تقريبا شي 10 دقائق حساب الله، ربع ساعة ماكسيموم كاع باش وقع هادشي. يعني انت جات انت شعلات انت ما عرفناش انا كنا غادي في طريق سيركيلاسيون هنايا. الرومبا كانت واقفة، واقفة يعني الرومبا صافي وقعت. كلشي نزلنا، نزلنا كنلقاو واحد البنت جالسة هنايا، جالسة كتشوف كتشوف لتحت ديال القنطرة وباغا تلاح. الوغ دخلوا شي نساء جزاهم الله خير. الحمد لله بعدا كاينين الناس اللي قدروا يزعموا حيدوا هادشي. فوالا وحضر شرطة المرور بوليس سيركيلاسيون جاو حضر كلهم صاعة في الراديو. من بعد جاو البوليس وجاو السلطه. شي حاضر وخاصنا نحيدو واحد دقيقه. اذا مشاهدينا الكرام عاجل وعلى المباشر، لان قبل لحظات محاوله انتحار ديال شاب عشرينيه من القنطره في عين السبع قربه الحديقه ديال الحيوان. يعني شاب اللي عشرينيه ربما ضغوط نفسيه عندها، ربما اكتئاب، ربما وقع على شي مشاكل اللي عائليه ولا انها مشاكل شخصيه اللي ادى انها تخرج للشارع العام وتحاول تنهي الحياه ديالها. لكن الحمد لله لولا لطف الله سبحانه وتعالى كانوا ناس اللي قدروا يدخلوا ويتم الانقاذ ديال الشابة هذه. على راسهم رجال الشرطه ورجال الامن اللي دخلوا بسرعه ما اتصلوا بهم الناس وكذلك الوقايه المدنيه. هذه معنا حاليا الشاب السيد اللي كان شاهد عيان في هذه الامور هذه واللي شاف كل شيء لعينيه، غيحكي لنا بالتفاصيل اشنو وقع لهذه الشابه هذه وشنو تتميط القضيه. سيدي السلام عليكم. قرب لك الميكرو خويا. حنا كنا جايين بشكل عادي في سيركيلاسيون ديالنا عادي، نغطي مع مجموعه من بنادم خدام ولا عنده شي غرض، كنشوفوا الرومبا وقفات صافي سيركيلاسيون ما بقاتش. وقفنا نزلنا باش نطلعوا الابر، لقينا واحد الشابه عشرينيه واقفه هنايا جالسه وكتشوف في القنطره ورا البارير، يعني ما كاينش شي حل باش تنقذها ولا تعتقها ولا شي حاجه. ورا البارير، لا ورا البارير وجالسه وجالسه شحال يا مده وهي جالسه، راه ماشي جالسه سير بلاصه، جالسه. من بقاو ياخذوا بخاطرها السيده، ربما كتعيش اكتئاب حاد او جاها وسواس قهري اللي خلاو وصلها الانتحار، كاين شي مشكل كراف عندها. كانت كطالب بالاخت ديالها، بغات الاخت ديالها، يعني كون حضرت الاخت ديالها سير بلاص كانت هي بغات بحال تحضر اختها للعمليه ديال الانتحار. كون حضرت اختها لا بغاتها بحال ربما بغات تخوي على اختها، حيت كانت كطالب باش تشوف اختها باش اخر لحظه قبل ما تلاح. يعني فاش دويتوا معاها انتوما واش كنت كتزوقوا؟ ما كتقول شي كلام ما مفهومش، ولكن حاولنا كاين شي وحدين حاولوا يجدوا لها داتهم. اللي جبت شي تليفون غتلاح، يعني بحال ماك اللي جبت يعني يصورني غتلاح، يعني رد البال اللي جبت شي تليفون غتلاح. الدراري بقاو عليها بالخاطر، الشرطه بقينا على الاخوان بالخاطر. فوالا الله عاون السلطه حاضره بشكل قوي، كان حاضره معنا من العمليه من الديبار حتى الاخر. الوقايه المدنيه جاو واحد الوقت وصلت اللحظه ديال بحال شي فيلم امريكي، بقاو كيسعفوا معاه يسعفوا ما غفلوها. كلشي شلق على شي ست الدراري من ورا البارير، تهزت من ورا البارير. بزاف ورا البارير. سيدي انت فاش شفتيها كيفاش بانت الحاله ديالها؟ واش كانت فقد الوعي ديالها؟ واش كانت تعطيها شي حاجه ولا لا؟ كانت مسكينه كتبكي وكتبكي وعارفه، ولكن شنو في راسها شنو في قلبها شنو باش كتحس ما عرفناش. لا باش متجرده، لا نقيه نقيه، شابه نقيه لابسه مزيان زوينه، ما صراحه ما كاينش شي علامات ديال انها مضروبه ولا مخدوشه ولا معنفه. ربما هذاك التفكير بزاف باش يوصل على هذه العمليه، الله اعلم شنو بها. كنتمناو لها الشفاء العاجل ومشكورين الاخوان خاصه المواطنين اللي دخلوا بواحد خمسه دقائق اللي من بعدها جات العمليه ديال رجال الامن رجال الوقايه المدنيه اللي كملت العمليه. حيت شكون ريكلاما؟ شكون ريكلاما في العمليه الاولى؟ هما الاخوان اللي كانوا دايرين سيركيلاسيون. كتب درنا توقف، دار لابيل دار التليفون جار شرطي المرور، دار لابيل البوليس، دار لابيل السلطه الوقايه، كلشي تجمع. وفي هذا الوقت كامل كيهدنوا فيها حتى تخطفات من بلاصتها ودابا راه في السبيطار محمد الخامس. تقدر تعاينها كاع ودير دير لها فيديو، دير لها فيديو كاع تقدر تعاينها. اللي هي بلاصه مشكل الكرام اللي تحاول تحرق السيده الجلسه ديالها لاحظتها كانت تما. صعيبه صعيبه بزاف صعيبه. مثل المستعجلات ولكن بحضور الشرطه باش ربما يدار البي في والمعاينه وشنو الاسباب وعلاش وكذا. هذا لا والو لا والو لا والو. لا ما جات حتى واحد ديك الساعه، حتى واحد حتى واحد. عرفوا شكون؟ لا ملي تهزات في لومبيلونس مشات مع اختها في لومبيلونس، يعني جات اختها حتى الاخر. هي بنت الميطقه هنايا، بنت عين سبع، كتقول هي انا بنت عين سبع، هي كتقول انا ما عارفاش. لا اله الا محمد رسول الله. شنو الدافع اللي خلاه يوصل؟ والدافع هو دابا ولا واحد المرض دابا مزمن عندها.